ارحب بيك كابتن رامي. حبيبي يا كابتن احمد. مبروك الثلاث نقاط الغاليين طبعا، شايف طبعا ان هم اهم ثلاث نقاط جابهم الاهلي السيزون ده على مستوى بطوله الدوري يعني. طبعا يعني هي مباراه تليق بالضجه الاعلاميه اللي معمول لها ليها. الحاجه الثانيه يعني الواحد يتكلم في موضوع ماتشين بيراميدز اللي هيتلعبوا، ايوه هم دول بشكل كبير هيحسموا الدوري. يعني 50-50% عدينا حسم الدوري المباراه اللي فاتت، ان شاء الله يوم 22 نحسم الدوري ان شاء الله. شفت السيناريو بتاع الماتش ازاي؟ وهل فعلا المستوى اللي شفته والمباراه اللي اتقال عليها انها مباراه القمه الحقيقيه في الكره المصريه اترجم ده على ارض الملعب؟ طبعا مباراه تليق بالفرقتين واللعيبه اللي موجوده في الفرقتين. بس طبعا النادي الاهلي زي ما احنا بنتكلم على طول، ده الفرق بينه وبين اي فرقه في الدوري، وبالاخص الناس كلها كانت بتتكلم بيراميدز السنه دي مختلف، مركزين عندهم هدف، دي حاجه كويسه وهم شغالين على نفسهم بقالهم سنتين تلاته. بس بطوله الدوري بالنسبه للنادي الاهلي دي من لو 5-6 بطولات في السيزون بنبقى فيها، اهم حاجه بطوله الدوري. وبطوله الدوري ايوه بطوله الدوري كمان في كل بطوله يا كابتن رامي الجمهور يقول لك اهم بطوله بالنسبه له، لا تفريط، بس تجيب له بطوله افريقيا يقول لك الدوري، تجيب له كاس عالم تاخد ميداليه في كاس العالم كاس عالم يقول لك يعني ما. فانا النادي الاهلي لا، مقومات كتير بتقول ان الدوري هيبقى للنادي الاهلي من بدري يعني. او انا بس لما قلت للماتشين دول هم اللي هيبقوا الدوري، عشان هي المواجهات المباشره هيبقى بيننا وبين البيراميدز، فهي دي اللي هتحسم الدوري يعني. لكن اداء وانا ما وحتى بعد ما بيراميدز اتقدم وبقى 2-1 ما كانش انا وانا بتفرج على المباراه مش قلقان. ليه؟ شخصيه النادي الاهلي والمباراه الشوط الاولاني النادي الاهلي مستر كوره بدا المباراه كويس، بدأنا تلت ساعة أولانية ضغط عالي، نموذج هايلة بصراحة، نموذج هجمات كتير وفرص كتير نموذج، عشان يعني اشتغلنا الضغط العالي. الراجل هو عارف اللي هو بيحضره من بيتخض بيراميدز من الأهلي برضه يعني، يعني واضح إنه يوريتيتش ما كانش قاري الماتش كويس، مش قاري الأهلي قوي، مش قاري الأهلي كويس بالدليل التشكيل واللعب في التشكيل وكده. وواضح كمان إنه لعيبة بيراميدز ما كانتش معدة نفسيا أو معنويا لمواجهه الاهلي يعني، بين قوسين كده كان في حاله خوف، لانه اول تلت ساعه الاهلي كان ممكن يخلص الماتش باثنين وثلاثه واربعه. باثنين وثلاثه صح. ما هو مستر كوير ذاكر الفرقه كويس، اشتغل عليهم ضغط عالي، ما ادهمش بلغه الكوره نفس اللي هم يقدروا يحضروا، عشان ميزه بيراميدز في الاثنين المساكين والشناوي، احمد الشناوي بيلعبوا برجليهم كويس، مع بيلعب سته توري بلاتي توري وطلع بكارتي وبلاتي توري ومهند توري ومهند الاثنين لعيبه كوره على الدايره. والله ومهند عمل جيم كويس بس هو بقى الضغط العالي ده باول حاجه قطعت هتبقى اقرب مسافه اللي انت تروح للجون، وده اللي كان واضح في ال20 دقيقه اللي احنا كان ممكن نخلص بهدف واثنين وثلاثه. صحيح. فده اللي حصل في المباراه يعني.